الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، الحمد لله على جزيل النعماء وعلى ترادف الآلاء، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، الحمد لله عدد كل شيء وملأ كل شيء، الحمد لله ولا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يختار لعبده الخير، وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك فرأيت ما لم ترتجيه مع الدعاء، وظننت أن الحزن أطفأ مشعلك، لا تجزعن من الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يخذلك، ولو اطلعت على الغيوب ولطفها لعلمت أن الخير فيما اختار لك. إي والله، إن الخير فيما اختاره لنا. اللهم رضنا بقضائك حتى لا نحب تأخير شيء عجلته ولا تعجيل شيء أخرته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، كان شفيقًا رؤوفًا، يعود المريض ويزور الفقير ويجيب دعوات العبيد الأرقاء، نشأ يتيمًا حتى صار فاتحًا عظيمًا. قل للفؤاد وقد تمادى غمُّه، ما لي أراك مسهدًا مهمومًا، أو ما علمت بأن ربك قائلٌ صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها يفرج كل كرب فادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما، يجزيك عشرا عن صلاتك مرة، وتنال عزا في الحياة مقيما. صلى الإله على الحبيب بفضله، وحباه قدرا في الأنام عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لن أتحدث اليوم عما يسمى بالكريسمس أو عيد رأس السنة الميلادية، كلا، لن أتحدث عن ذلك. أتدرون لماذا؟ لأنني على يقين تام أنكم قد كفيتموني ذلك بمعرفة حكمه وعدم مشروعيته بفتوى هيئة كبار العلماء، لكنني سأتحدث عن موضوع آخر، موقف مر بي شخصيا قبل جائحة كورونا، وتقريبا قبل 5 سنوات مضت. زارني رجل من غرب أفريقيا ثم سألني سؤالا ثم بكى بكاء مريرا. سألته: لم تبكي؟ فقال: أنا كنت قسيسا في بلدي، وكنت أمسك الإنجيل بيدي وأطأ على المصحف بقدمي، وقد هداني ربي للإسلام، فهل يقبل الله مني إسلامي؟ وهل يغفر الله لي ما كان من ذنوبي؟ فقلت له: هون عليك،
هون عليك ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم ذكرت له قول الله جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ففرح واستبشر كثيرا، وأصبح بعد ذلك من الدعاة في بلده، وقد أسلم على يديه الكثير ولله الحمد. تذكرت هذا الموقف يا عباد الله البارحة بعد اتصال وردني من صديق هناك في تلك البلاد، ثم ذكر اسم ذلك الرجل، فتذكرت ذلك الموقف الذي بدر منه، فقلت في نفسي: ما أجمل التوبة، وما أجمل الحديث عن التوبة، وما أجمل التائبين. اللهم اجعلنا من التائبين. الله عز وجل يقول: يا عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد ورد في السنة عن ذلك الشيخ الكبير الهرم الذي قد احدودب ظهره وابيض شعره وسقط حاجباه على عينيه يجر خطواته نحو المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد علاه الأسى وامتلأ قلبه من الرجاء، فيقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، رجل غدر وفجر لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه، ولو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله غافر لك ما كنت كذلك، ومبدل سيئاتك حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. قال: فولى الرجل يكبر ويهلل من شدة الفرح حتى توارى عن أعين الناس. رواه الطبراني والبزار وصححه الهيثمي والألباني. أيها الحبيب المبارك، أيتها الأخت الكريمة، أيها الأخ الكريم، مهما كثر عليك حديث التوبة، ومهما طرق مسمعك وبصرك حديث الموعظة، فلا تتضجر ولا تتأفف، بل الأولى والأحسن أن تفرح بداعي الرحمن وعطاياه. كلنا وبلا استثناء محتاجون للتوبة، محتاجون لمن يذكرنا بالله، لمن يرقق قلوبنا، لمن يقربنا إلى ربنا أكثر وأكثر. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية خطاب لنا جميعا من رب العزة سبحانه، فيه من الجمال ما يعجز اللسان عن وصفه. تأمل قول الله: يا عبادي، وتلكم الطمأنينة التي تنبعث من بين الحروف والكلمات. فمهما كانت ذنوبك ومهما كانت زلاتك فلا تجزع ولا تيأس من مغفرة الله، فقط أقدم على الله واستغفره تجده غفورًا رحيمًا. قال سبحانه: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم،
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا الله ما أكرمك ما أكرمك وما أعظمك. فيا أيها الأخ المبارك مهما كان انهماكك في الدنيا ومهما كانت أعمالك كثيرة وارتباطاتك عديدة ومهما أشغلتك الدنيا ببريقها وزخرفها وجمالها هناك ليلتان هناك ليلتان اثنتان يجب على كل واحد منا أن يجعلهما نصب عينيه. ليلة في بيته منعما مسرورا سعيدا مع أهله وأطفاله وأصحابه في صحة وعافية في صحة جيدة وعيش رغيد، وليلة تليها حل فيها الضعف مكان القوة والحزن مكان الفرح والسكرات مكان الضحكات. فلا القوة تنفع القوية ولا الذكاء ينفع الذكية ولا المال ينفع الغنية. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله كلنا نعرف ذنوبنا ونعرف معاصينا ونعرف السيئات التي نمارسها ونفعلها ونكثر منها وندمنها، فما علينا إلا أن نقبل على الله إلا أن نقبل على الله وننطرح بين يديه ونسأله العفو والغفران والصفح والأمان والمغفرة والإحسان، وتوبة تجلي أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان. فإن ربنا رحيم كريم غفور منان يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تخرج روحه. ونحن لا ندري يا عباد الله متى يأتينا الموت، فلنكن على الاستعداد فلنكن على استعداد لا نؤخر التوبة. فالقلب يمرض كما يمرض الجسد وشفاؤه بالتوبة. وما أجمل اسم الله التواب، يعطي المذنب أملا ليبدأ من جديد. ولسان الحال والمقال يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر أيا ربي ذنبا قد جنيناه. فاللهم نشكو إليك غفلتنا ونتوب إليك مما فعلته أيدينا وارتكبته أنفسنا، ونستغفرك مما علمنا من خطايانا وما لم نعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد، عباد الله، رب إنسان منا أشرف يومًا من الأيام أو كاد أن يقع في حادث، وربما أصابه مرض شديد ظن أن فيه حتفه وهلاكه، وربما شاهد أباه أو أخاه
أو قريبه وهو يلفظ أنفاسه. وربما وضع الإنسان يديه على رأسه يوماً من الأيام وهو يظن أنه في آخر أيامه ولياليه أو آخر ساعاته ودقائق عمره، ثم أنجاه الله من ذلك. لكن القلب بعدها ما ازداد إلا قسوة، والنفس ما ازدادت إلا إعراضا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. جدير بك يا عبد الله أن تختلي بنفسك لحظة وتتساءل، هذه المواعظ التي سمعت وأعظمها مواعظ ربنا عز وجل، هذه المواعظ التي سمعت، بل هذه المواعظ التي رأيت، أين كان مصيرها؟ أين كان مصيرها؟ هل زادت العبد قربا من الله؟ هل زادته بصيرة في نفسه؟ هل زادته خوفا من الله؟ هل زادته رغبة في الجنة؟ هل زادته خوفا من النار؟ هل زادته إقبالا على الطاعة؟ هل زادته إعراضا عن المعصية؟ كل منا أدرى بنفسه. فلنبادر يا عباد الله، فلنبادر قبل أن نغادر. زادت حالات كورونا وبدأت في الارتفاع بعد الانخفاض، ووالله إن أفضل علاج التوبة، التوبة مع أخذ الأسباب الوقائية والعلاجية. فالتوبة التوبة يا عباد الله، فكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنابة، الإنابة قبل غلق باب الإجابة، والغنيمة، الغنيمة بانتهاز الفرصة، فما منها عوض ولا يعادلها قيمة. فمن أصبح أو أمسى وهو على غير توبة فهو على خطر عظيم. قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينبغي يا عباد الله أن نكثر من التوبة وأن نعود إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، وهو من هو؟ هو من غفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. فنحن أولى وأجدر بذلك، نحن الضعفاء، نحن المساكين، أجدر بأن نتوب إلى الله في كل لحظة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اقبل يا ربي توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر ذنوبا سترتها، وامحو سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أعمالنا فتقبلها، وتعلم حاجاتنا فاقضها يا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم واغفر وارزق يا حي يا قيوم آباءنا الصحة والعافية. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم كما جمعتنا فوق هذا الفرش اجمعنا تحت العرش إخوة متحابين على سرر متقابلين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، واحمنا واحفظنا واجعلنا في حرزك وأمانك وضمانك يا حفيظ يا عليم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر جنودنا على الحدود، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.